أقامت جمعية الشفافية الكويتية دورة توعوية للمتطوعين الذين سيشاركون بمراقبة انتخابات مجلس الأمة القادم. شارك عدد من الأكاديميين والمختصين في هذه الدورة التوعوية الذين بيّنوا خلالها واجبات المتطوعين ودورهم في مراقبة الانتخابات والجوانب القانونية لرصد أي مخالفات قد تحصل لضمان انتخابات نزيهة. جمعية الشفافية تقيم دورة للمتطوعين الذين سيقومون بدورهم الوطني في عملية مراقبة الانتخابات والتأكد من شفافيتها. يعطونهم أساسيات التدريب من يعني أنظمة دولية عالمية كيفية التعامل وتسجيل ملاحظات خلال عملية الانتخابات. نأهل فريق محلي ونستضيف فريق دولي لمراقبة العملية الانتخابية والتباهي في الديمقراطية الكويتية عالميا ومحليا، والتأكد من سيرها بنهج شفاف ونزيه. لذلك احنا نعد المراقبين بأحدث أدوات المراقبة منهجيا وعلميا. الدورة التدريبية تضمنت توعية المتطوع بقانون الانتخاب ومدونة السلوك الوظيفي الخاص بعمليات التطوع. الدورة هذه حيل مفيدة كانت من هالناحية، تحثنا على أساس أن احنا شلون أن احنا نقدر نسوي انتخابات بطريقة قانونية أكثر وتكون شفافة أكثر. أنا رئيسي ومراقبة الانتخابات وسير العملية الانتخابية وتسجيل الملاحظات اللي يشوفها المراقب، ونرفعها للجنة لرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء. طبعا عرفنا المخالفات اللي تصير وقت الانتخابات وطريقة الرقابة على العملية الانتخابية وسيرها، وشلون نكون يعني دقيقين في الموضوع كمراقبين وليس يعني كمشرفين. فعرفنا الفرق بين المشرف والمراقب، وإن احنا دورنا كمراقب إن نشوف عملية انتخابية إن تكون بطريقتها الصحيحة. دور كبير ومهم لمؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات لتعزيز الرقابة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات في أداء دورها الرقابي. فايز البطي، تلفزيون دولة الكويت.